السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف السابع؟ طبعا يا سابع، الحصة السابقة تناولنا درس البتراء وعرفنا أن البتراء مدينة قديمة محفورة في الصخر ولها تاريخ طويل من القدم، واعتبرت من عجائب الدنيا السبع، وأن العرب الأنباط اتخذوها عاصمة لهم، وسميت بالمدينة الوردية لأن صخورها حمراء بلون الورد. وتعرفنا على أهم المعالم الأثرية الموجودة في مدينة البتراء. اليوم إن شاء الله راح نستكمل هاي المعالم الأثرية اللي موجودة في مدينة البتراء. افتح لي الكتاب يا سابع، صفحة 7. وفي وسط مدينة البتراء يشاهد الزائر مئات المعالم التي حفرها الإنسان وأنشأها، من هياكل شامخة وأضرحة ملكية باذخة ورداه وقاعات احتفال وقنوات ماء وحمامات، إضافة إلى المدرج الكبير الذي يتسع لآلاف المتفرجين والأسواق والبوابات المقوسة. لكن الخزنة وقصر البنت من أهم معالم البتراء الأثرية على الإطلاق. رح نستكمل أهم المعالم اللي موجودة في مدينة البتراء. المعالم بمعنى إيش السابع؟ بمعنى الآثار. في وسط مدينة البتراء، اللي بزور مدينة البتراء في الوسط يشاهد مئات المعالم والآثار. هاي المعالم حفرها الإنسان، مثل هياكل شامخة. هياكل شامخة معنى هياكل اللي هي إيش؟ اللي هي تماثيل. شامخة بمعنى عالية أو مرتفعة. وأضرحة ملكية باذخة، الأضرحة مفردها ضريح بمعنى القبور. أضرحة ملكية باذخة بمعنى إيش؟ شو يعني باذخة؟ بمعنى مترفة أو ثمينة. ورداه، إذا موجود من المعالم الموجودة في وسط مدينة البتراء اللي بيشاهدها الزائر أول إشي تماثيل شامخة وعالية، الأضرحة الثمينة المترفة، ورداه معنى رداه غرفة واسعة، وموجود فيها قاعات احتفال وقنوات ماء وحمامات، إضافة إلى المدرج الكبير. هذا المدرج وصف بأنه كبير لأنه يتسع لآلاف المتفرجين. والأسواق والبوابات المقوسة، الآن إلا أنه بالرغم من كثرة هاي المعالم والآثار إلا أنه الخزنة وقصر البنت هي أهم هاي المعالم على الإطلاق. الخزنة وقصر البنت أهم هاي المعالم الأثرية إيش؟ على الإطلاق. إذا هاي الفقرة تحدثت لنا عن أهم المعالم والآثار اللي بشاهدها الزائر في وسط مدينة البتراء. وعلى الرغم من شموخ البتراء حتى يومنا هذا، فإن الزائر يتبين آثار مرور أصابع الزمن عليها، فيرى أعمدة مهدمة هنا أو هناك، مثلما يرى بعض النقوش الخربة التي لم يبقى منها سوى النزر اليسير. الآن الزائر، الآن في دلالة على قدم، علامات على قدم مدينة البتراء، إنه الزائر بلاحظ آثار مرور أصابع الزمن عليها. يتبين الزائر آثار مرور أصابع الزمن عليها. هون في عندي في أصابع صورة فنية. شو الصورة الفنية الموجودة فيها يا سامع؟ شبه الزمن بإنسان له أصابع. إذن الصورة الفنية في أصابع، شبه الزمن بإنسان له أصابع. إذن الزائر بشوف أعمدة مهدمة هنا أو هناك، ويرى بعض النقوش الخربة التي لم يبقى منها سوى النزر اليسير. النزر اليسير بمعنى إيش؟ بمعنى القليل. لم يبقى منها إلا إيش؟ إلا القليل. الآن بعد ما تعرفنا على أهم المعالم الموجودة في مدينة البتراء، راح نتعرف على أهم النشاطات اللي بيمارسها الزائرون في مدينة البتراء. وتعد رياضة المشي من أبرز النشاطات التي يمارسها الزائرون في البتراء، إضافة إلى تسلق الجبال وركوب الخيل والجمال والتصوير الفوتوغرافي والرسمي ومشاهدة شروق الشمس وغروبها. إذن أهم النشاطات أو الرياضات اللي بيمارسها الزائر في مدينة البتراء رياضة المشي، تسلق الجبال، ركوب الخيل والجمال، والتصوير الفوتوغرافي والرسم ومشاهدة شروق الشمس وغروب الشمس.
إذا الفكرة اللي راح نكتبها على هاي الفقرة أهم نشاطاتي التي يمارسها الزائر في مدينة البتراء. أهم النشاطات التي يمارسها الزائر في مدينة إيش؟ في مدينة البتراء. أهم النشاطات التي يمارسها الزائر في مدينة البتراء. طيب الآن خلينا نأخذ بعض الإعرابات يا سابع. يشاهد الزائر مئاتي. الآن أنا لو طلبت منك تعرف لي مئاتي شو راح تعمل؟ راح تعرف اللي قبلها عشان تعرف وتحدد نوع الجملة اسمية وفعلية. الآن في عنا يشاهد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. مين القابل مشاهدة؟ الزائر وفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. مشاهدة الزائر وقعت على مئات. الآن مئة مئات في عندي جمع مؤنث سالم مفعول به منصوب، بما أنه جمع مؤنث سالم إذا راح تكون علامة نصب الكسرة وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. إذا مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وهو مضاف والمعالم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. التي حفرها الإنسان. الآن في عندي هون ضمير هاء الغائب. لو طلبت منك تعرب لي هذا الضمير يا سابع، أول إشي راح تشوف اتصل بمين؟ بفعل. فعل زائد هاء الغائب. حكينا إنه هاء الغائب من الضمائر المشتركة بين النصب والجر، يعني ما بتيجي فاعل. بما إنها مع فعل على طول بحكي عنها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. طيب مين القام بالحفر؟ الإنسان. الإنسان هي فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. الآن قنوات كمان. قناة قنوات في عندي جمع مؤنث سالم. إضافة إلى المدرج الكبير. عندي إلى المدرج شبه جملة مكونة من حرف جر والاسم المجرور. طبعا الكبير هي صفة للمدرج وبتاخذ حركة الاسم اللي قبليها. إذا الكبير نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الذي طبعا اسم موصول وهي معرفة. يتسع لآلافي. الآن هاي الهمزة شو بسميها اللي هون يا سابع؟ همزة مد. هاي الهمزة اللي موجودة هون همزة مد. لآلاف المتفرجين. متفرج متفرجون متفرجين. إذا في عندي جمع مذكر سالم أضفنا في هون عندي إضافة. إذا المتفرجين طبعا نون جمع مذكر سالم مفتوحة مضاف إليه مجرور وعلامة جره، بما أنه جمع مذكر سالم وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. الآن فإن الزائر يتبين آثارا. طبعا هاي الهمزة اللي موجودة عندي هون همزة مد. يتبين شو إعراب آثارا يا سابع؟ الآن سبقها فعل. يتبين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. مش شرط أي كلمة بعد الفعل أعتبرها فاعل. بدي أشوف معنى الجملة. يتبين هو. التبين وقع على الآثار. إذا آثارا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عليها في عندي ضمير على زائد هاء. إذا في عندي حرف جر. الضمير المتصل هون اتصل مع حرف الجر. إذا الهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. الآن المطلوب منك تعرب لي لم يبقى. هاي واجب مطلوبة منك يا سابع، تعرب لي لم يبقى. ماشي. وتعد رياضة المشي. الآن في عندي هون تعد فعل مضارع طبعا مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر، مش معروف مين اللي عدها واعتبرها. إذا فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. طبعا بعد الفعل المبني للمجهول بيجي عندي إيش؟ نائب فاعل. رياضة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره.
من أبرز النشاطات التي يمارسها الزائرون، الهاء في يمارسها، في عندي فعل زائد هاء. إذا على طول شو راح يكون إعرابه يا سابع؟ ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. الزائرون هم القاموا بالممارسة، فاعل مرفوع. شو علامة رفعه؟ هون في عندي الزائر الزائرون، في عندي جمع مذكر سالم، دليل إنه نون جمع مذكر سالم مفتوحة. إذا بما إنه فاعل راح تكون علامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. إضافة إلى تسلق الجبال، طبعا الجبال أضفنا تسلق إلى الجبال، هي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الواو حرف عطف، طبعا بعد حرف العطف نسميه اسم معطوف، وباخذ حركة الاسم اللي قبله، اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة. ومشاهدة شروق الشمس وغروبها. الهاء في غروبها ضمير متصل عائد على مين؟ على الشمس. مشاهدة شروق الشمس وغروب الشمس. ماشي سابع؟ طيب. طيب انهينا الدرس، خلينا ننتقل إلى المعجم والدلالة. أضف إلى معجمك اللغوي عريقة مشهورة ذات تاريخ طويل. الأفواج جمع فوج وهو الجماعة من الناس. تأمها تقصدها شاهقة عالية. رداه مفردها ردهة وهي الغرفة الواسعة. سؤال 2، فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خط في كل مما يأتي. طبعا عندي نفس الكلمة يا سابع، لكنها وردت في كل جملة بمعنى إيش مختلف. ألف، يمتطي زائرو البتر الجيادة للجواهري عدد كبير من القصائد الجيادي. الآن شو يعني كلمة الجياد؟ يمتطي زائرو البتر الجياد، هون الجياد مفردها جواد وهو الخيل، مفردها جواد وهو إيش؟ الخيل. للجواهري عدد كبير من القصائد الجياد، يعني المستحسنة، يعني جيدة مستحسنة. ب، يشاهد الزائر في البتراء هياكل تاريخية شامخة. عثر علماء الآثار على هياكل عظمية لديناصورات ذات أجنحة. الآن يشاهد الزائر في البتراء هياكل، شو معنى هياكل هون؟ هياكل تاريخية شامخة، هون بمعنى تماثيل. عثر علماء الآثار على هياكل عظمية لديناصورات ذات أجنحة. الهياكل هون مجموعة من العظام. عندي سؤال 3، أكمل الجدول الآتي. في عند الجمع المفرد ونوع الجمع. في عند الجمع أضرحة المفرد ضريح نوع الجمع. شو نوع الجمع يا سابع؟ أضرحة ضريح أضرحة. بنلاحظ أنه صار في تكسير في حروف المفرد الأصلية، إذن هو جمع تكسير. نوع الجمع جمع إيش؟ تكسير. السائحين المفرد السائح. السائحين السائح. نوع الجمع مذكر سالم، الدليل أن نون جمع مذكر سالم مفتوحة. البوابات المفرد البوابة. نوع الجمع البوابة البوابات. في عندي هون جمع مؤنث سالم.
الآن بضل معك مواقعه والزائرون، راح تكون معك واجب يا سابع، كمل لي الجدول. راح تكون مواقعه والزائرون، الآن الجمع مواقعه، شو المفرد؟ طبعا نوع الجمع تكسير، الزائرون الزائر، وشو نوع الجمع؟ نستكمل إن شاء الله الحصة القادمة، ويعطيكم العافية.